اكتشفنا ثاني رؤية جديدة من طرف النائب الرئيس لغرفة الصناعة التقليدية. هذه الرؤية اللي هي في الحقيقة اللي خرجت باتهامات داخل الجمعية وداخل هذه اللجنة وداخل بعض الأعضاء اللي كيجمعوا فلوس العساس. حنا إن شاء الله بحول الله هذا الاقتراح اللي جانا من الغرفة حنا إن شاء الله بحول الله غنردوه للقضاء بأي ثمن. إن شاء الله غنردوه للقضاء اللي هو غادي يحقق في هذه الملفات. حنا بالنسبة لينا حنا اللي كنشوفوا التدخل ديال الغرفة اللي هي حقيقة منتخبة واللي خاصو يكون ممثل اللي خاصو يدافع على داك الصنايعي هو المندوب الصناعة التقليدية. هذا الواسي هذا المندوب الواسي اللي ما عرفناش الطريقة ديالو كيفاش اللي هو اللي خاصو يدافع على داك الصنايعي طالقنا الناس اللي هما ديال الممثلين الغرفة. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أنا هاد السلكاوي محمد اللي حط التصريح ديالو في الإدارة ديال الغرفة وهاديك الإدارة اللي هي ديال الغرفة اللي هاديك المنصب اللي الإدارة بالنسبة لينا حنايا كنحسبوها بأن هي راه قرية الخزافيين ديالنا حنا. هما اللي مازال هارفين علينا. هما هاديك الناس اللي كيمثلوا هما الغرفة هاديك البلاصة اللي فيها راه ديالنا حنا اللي خاصنا نكون لكن ما خلوناش نخدموا هاد الناس بكل صراحة. ما خلوناش نخدمو. والمشروع اللي كانت عنده واحد الحماس اللي هو من طرف الصناع اللي كان عنده واحد الحماس بينا باش ننجحوه والطريقه باش ننجحوه وهاد الخوات دخلتو لينا هاد الغرفه هاد الشيء سوميس وهاد الشيء الكاوي وهاد الشيء المندوب. والله العظيم قسم لي راني فيت مني درت معكم التصريح قلت لكم ودي محكمه عسكريه. هادو راه في الحقيقه الا كانوا الناس كيسمعونا هاد الا كانوا هاد الناس الممثلين هاد السيد العامل هاد السيد الوكيل العام هاد السيد الوكيل المحكمه الابتدائيه هاد الوزير العدل اللي كانوا كيسمعونا يبطروا بهاد الملف ما بقاوش يخلونا حنا في هاد الشيء. ماشي الناس حنا كيتكرفصوا علينا والمشروع ملكي راه حشومه وعار يمشي بهاد السهوله وحنا كنشوفوا بعض الصنايعيه اللي ضايعين. حنا هو اللي كيقول هذيك الكلمه شيطنا دوزنا 93 وقلنا كنا بغينا السلطات تهود تهدم معنا هذيك 93 باش داك الشيء اللي باقي بغينا نعطيو للصناع. حنا كنطمعوا في الصناع حنا كنشدوا حنا صناعيه كنطمعوا في الصناع ونتحداه. هو راه ما كاينش شي معلم هنا بدون شيخ يتحداه نوريني المعلم ديالو شكون هو ونتحداه. هو اللي كيقول هذاك الطاجين مزوقه هو وقول لي ورينا هذيك الزواقه سميتها لا حطيني عليها غير الزواقات هنايا ما يعرفش تسميتهم ما يعرفهاش وكيقول لك المثال. حنا بعضياتنا بالنسبه ليا انا القرياني حسن انا راه فايت مني كنخدم معايا كانوا خدامين معايا الصناعيه كنا خدامين في حانوت وحده كنعرفوا بعضياتنا يورينا الحانوت الصناعيه اللي خدم معاهم هو يورينا ها واحد نتحدى انا في الخزاف ولا في الهضبه الشعبه نتحدى الصناعيه هذا المحل اللي خدم فيه هو وكان هو الصناعيه. وكنطلب من صاحب جلالة الملك محمد السادس من هذا الباب يصيفط لينا ناس راه المشروع ديالك راه كيضر المشروع ديالك راه كيضر راه هو درا 40% دابا ديال الضرر اللي وصلوا هذا المشروع ديالك اسيدنا. وهاد الناس اللي دايرين راه ما فيهم ما عندهمش الغيره الوطنيه راه ما فيهمش الروح الوطنيه. ومساعد السلقرياني راني مستشار الغرفه راني مستعد المحاسبه انا مستعد المحاسبه انا مستعد السلطات تجي تحاسبني الكبير والصغير. انا اللي دوزت 93 وانا كملت 101 وانا مستعد المحاسبه لا ضيعت شي واحد صناعي انا هما كاملين كيعرفونا.